مساء الخير. بعد أن فتح السيري على مدى سنوات وسنوات، وبعد أن ساهم في حل مشاكل، على الأكيد يطل الزميل زافين مجددا ليتحدث معكم، ولكن هذه المرة بلا طول سيري. بلا طول سيري برنامج جديد من إنتاج تلفزيون المستقبل، سوف يعرض كل ثلاثاء عند 8:30 مساء مباشرة على الهواء. بهالتقارير جربنا نعمل توازن بين أنه تكون مواضيع آنية وأخبارية ومواضيع اجتماعية وحياتية ومواضيع مؤثرة وطبعا مواضيع فنية خفيفة. وسيشارك زافين فريق عمل سيحاول أن يقدم تقارير من نوع جديد يركز على جوانب قد لا تركز عليها نشرات الأخبار اليومية. لبنانيو سوريا، من يسأل عنهم؟ من يساعدهم؟ وكيف يعيشون مأساة النزوح في وطنه؟ حدا يعترف فيه؟ جاد ما بينتحر، يعني مش كاركتيره، مستحيل ينتحر. مش طبيعي أو هيك طبيعي أو إنه شكله ما عجبكم يعني؟ كيف يتفاعل اللبنانيون مع العنف الأسري في الشارع؟ حماس كبير لدى فريق العمل لتقديم ما هو أجمل. وهلأ بلا طول سيري، حضروا البرنامج وعطونا رأيكم من خلال صفحات مواقع التواصل التابعة للبرنامج.